والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. أخبار المال والأعمال تستعرضها لنا الزميلة دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك مصطفى، شكرا لك دينا. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. سلط تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة على التقدم الذي أحرزته مصر في مجال الطاقة المتجددة، وأضاف التقرير الأممي أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التي أطلقتها الحكومة عام 2015 تهدف إلى ضمان الإمداد والأمن والمستدام للطاقة في مصر، وتؤكد على دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأوضح التقرير الأممي أن الحكومة المصرية وضعت أهدافاً للطاقة المتجددة تستهدف 20% من قطاع الكهرباء بحلول عام 2022 وبنسبة 42% بحلول عام 2035، حيث من المنتظر تحقيق ذلك من خلال استثمارات جديدة، وذلك عبر إعادة تأهيل برامج التشغيل في قطاع الطاقة. في الوقت الذي تتزايد فيه ضغوط على الاقتصاد العالمي وتتراجع التوقعات بشأن معدلات النمو، اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية للتعامل مع تلك الضغوط واحتواء تداعياتها والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي. وفي هذا الإطار نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً معلوماتياً يسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بمواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة رغم خفض التوقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم. وأشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو عالمياً لعام 2022 ليسجل 6.6%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022-2023 مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب ووسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه لغلق عند مستوى 683 مليار و900 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيج إكس 30 عند مستوى 9867 نقطة لينخفض بنسبة 67%، ويغلق عند مستوى 9800 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيج إكس 70 عند مستوى 2153 نقطة ليغلق منخفضا بنسبة 1.51% عند مستوى 2121 نقطة. وفتح مؤشر إيج إكس 100 عند مستوى 3083 نقطة منخفضا بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3041 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.62 جنيه للشراء و 19.73 جنيه للبيع. اليورو سجل 19.05 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 21.70 جنيه للشراء و 21.82 جنيه للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.34 جنيه للشراء و 5.37 جنيه للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5.22 جنيه للشراء و 5.25 جنيه للبيع. تباين أداء أسواق الأسهم في الخليج في ختام التعاملات، حيث أنهى المؤشر السعودي سلسلة خسائر استمرت 5 أيام مع ارتفاع أسعار النفط، وعلى الرغم من ميل المستثمرين إلى الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.
صعد المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.3% منهيا خسائر استمرت 5 جلسات، وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي بدبي على ارتفاع 0.2%، وفي أبوظبي تراجع مؤشر 0.2%. ختام أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى دينا ومصطفى، إليكما. شكرا جزيلا دينا على هذا العرض.